السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الحصيله البطوله الوطنيه برو على قناتكم قناه شوف تي في. اليوم غادي نناقشوا عده امور من ضمنها ماذا يقع داخل الكتيبه الحمراء، خصوصا المباراه الاخيره لفريق الوداد البيضاوي الانهزام امام الاتحاد الطنجي بهدف لصفر. كذلك غنشوفوا نناقشوا معكم ومع المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا الاوفياء مشاكل فريق الرجاء البيضاوي والجمع العام وما سيفرزه من يعني من جديد، يبقى حسبان يمشي حسبان يجي رئيس اخر قادر على الذهاب بعيدا ب الكتيبه الخضراء. كذلك غادي نناقشوا البطوله الوطنيه الاحترافيه، المقابلات اللي تجراو. نذكر بان المباريات اللي تجراو هما نهضه بركان راسينغ البيضاوي، نهضه بركان فازت ب 4-0، سريع واتزم مع حسنه اكادير 0-0، الفتح الرباطي اولمبيك اسفي 0-0، شباب الريف الحسيمي اولمبيك خريبكا 1-1، شباب اطلس خنيفرة الجيش الملكي 0-0، الوداد انهزم بميدانه امامه بصفته ولا قبل كاين هزم امام فريق اتحاد طنجة بهدف لصفر، المغرب التطواني ينهزم اليوم امام ضيفه الرجاء البيضاوي ب3-1، الدفاع الحسني الجديدي كيفوز على الكوكب المراكشي ب1-0. لاستقبال مكالماتكم وكذلك تعليقاتكم معنا في البرنامج، بالنسبة للناس اللي يتصلوا بنا على الرقم 0661-93-78-35، 0661-93-78-35، باش كنا نناقشوا كل هذه الأمور المتعلقة بفريقي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والمشاكل ديال النتائج الاخيره ديال فريق الوداد البيضاوي وعدم الرضا ديال الجماهير على الاداء ديال اللاعبين، وكذلك جديد فريق الرجاء البيضاوي فيما يخص الاجتماع الاخير بين المكتب المديري وكذلك منخرطي فريق الرجاء البيضاوي. غادي يكون اليوم نقاش مفتوح وكذلك على كل الفرق الوطنيه وخصوصا بما يتعلق بمباريات ديال الجوله، مباريات ديال الجوله 12 اللي ذكرت النتائج ديالها. نهضه بركان الراسينغ البيضاوي نتيجه ديال 4-0 ببركان، تنظن ان نهضه بركان ضرب بقوه وفاز على فريق الراسينغ البيضاوي، الراسينغ البيضاوي اللي كتطرح واحد علامه استفهام كبيره وكبيره بزاف على النتائج اللي حصل عليها مؤخرا، نتائج سلبيه ربما تهدد بقائه في القسم الوطني الاول ان لم يتدارك المكتب السير لفريق الراسينغ البيضاوي الامر في اقرب الاجال. سريع واتزم حسنيه اكادير، سريع واتزم تعادل مع متصدر الترتيب ميدانو، سريع واتزم فريق بصم على مقابلات جيده خصوصا مع الفرق الكبرى، كيتعادل مع حسنه اكادير متصدر الترتيب، حسنه اكادير اللي كيقدم موسم استثنائي ورائع، الاداء ديالو والنتائج كذلك اللي كيحققها وحتى الكميه والكيفيه والطريقه باش كيلعب والعدد ديال الاهداف اللي تسجل فريق حسنيه اكادير. سريع واتزم تعادل مع حسنيه اكادير في مقابله كانت صعيبه بواتزم، الفتح الرباطي اولمبيك اسفي مباراه كانت سلبيه نتيجة وأداء كان المستوى متواضع لهذه المباراة، شباب الريف الحسيمي أولمبيك خريبكا هدف لمثلي بعدما كان شباب الحسيمي متعادل، كان شباب الريف الحسيمي متقدم وأولمبيك خريبكا عرف كيفاش يهد النتيجة وانتهت المقابلة بهدف لمثله. أولمبيك خريبكا بعد تحقيق العدد كبير من النتائج السلبية التي لا تروق جماهير الفريق الخريبكي اليوم، صراحة التعادل خارج الميدان هو مهم بالنسبة لأولمبيك خريبكا لوقف نزيف إهدار النقاط ووقف نزيف النتائج الغير المقبولة بالنسبة للجماهير الخريبكية اللي كتنتظر من المسيرين ديال الفريق وعلى رأسهم رئيس الفريق سيسكادي لأنه في الانتدابات ديال الشتوية أنه يتم جلب لاعبين في المستوى اللي صراحة لإحياء فريق اولمبيك خريبكا وارجع الى سكته الصحيحه. شباب اطلس خنيفرة يتعادل مع فريق الجيش الملكي،
فريق الجيش الملكي كيتعادل في غياب، يعني بعد انفصاله على المدرب عزيز العامري وغياب عزيز العامري، عندك الاحتياط بعد ما انفصل على فريق الجيش الملكي. تنظن ان فريق الجيش الملكي باقي ما لقاش داك الايقاع ديالو اللي كيتمنى الجمهور ديالو. شباب اطلس خنيفره تعادل بالميدان ديالو مع فريق الجيش الملكي، نتيجه كانت سلبيه في يعني في هذا اللقاء، تعادل صفر لمثله. الوداد واتحاد طنجة، معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. بارك الله على سيدي رضوان. معنا مكالمة، شكون؟ ألو، كنسمعك سيدي رضوان، كنسمعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير المرضي؟ لاباس بخير، الله يبارك فيك. أنا دابا كنسمعك مزيان، وكذلك المشاهدين الكرام كيسمعوك مزيان. خويا خويا ممكن انك تشرفنا بالاسم ديالك والمدينه؟ مرحبا، معك هشام، مدينه وجده. با هشام، كي داير اخويا؟ الله يطول لي عمرك. كي داير المولوديه وكي داير الاتحاد الاسلامي الوجدي؟ كل شيء مزيان، الله يزين ايامك. الله يطول عمرك ومرحبا بك اخي العزيز. اش يمكن لك تقول لنا التدخل ديالك فيما يخص البطوله الوطنيه، او لا بغيت تكلم لنا على الفريق ديال وجده؟ لا، انا بغيت نتكلم على الوداد. على الوداد، مرحبا، تفضل. هو عقلت عليا بعدا ولا ما عقلتش؟ عقلت عليك. وقلت لي غادي نخلي لك النمره، غاتصل بك فيما بعد، وتخلي لي النمره، وقلت لي ايه وما خليتش لي، ما ولاتش تصل بيا. لا، خليتي لينا انت الرقم، انا ما خديتش، ما توصلتش بالرقم ديالك. خليته للبنت اللي خذات عليا النمره في الاخر، قلت لي ما غاديش نقطع عليك. نعم. خليته للبنت. نعم. وما تماك ما جات حتى رساله من عندك. واخا خويا، انا دابا بلاتي بلاتي، دابا 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 اعطيني دابا الرقم دابا. يلا سيدي، خير دوا. بلاتي يا سيدي، بلاتي. مرحبا، علاش لا ودي؟ زيد 06 06 دبل 0 جوج الاصفار. زيد يا سيدي. 52 52 63 16 63 16 16 واه. انا خويا هشام توريرت. توريرت اييه. هيش ولا عندك تما طلعت ذاك ديال الاخر تريكولور ولا؟ على اين؟ على اين بغيتي تقول لنا الوداد؟ سيدي مرحبا. غير اللي بغيت سي رضوان، الوداد حنا كنشوفوا فيها كتمر بازمه، وازمه نتائج ماشي ازمه ديال شي حاجه، الحمد لله كل شيء كاين. غير مؤخرا بعد المشاركه في كاس العالم للانديه دابا. وتقريبا نقول من اللي دات العصبة، وهي النتائج كترنح ما بين يعني متذبذبة. ولكن في العصبة اللعابة بلاو البلاء الحسن، وحقوا الأهم وفازوا بعصبة الأبطال الإفريقية بعمل كبير ديال المدرب الحسين عموتة، وكذلك اللاعبين. الله يرد. ولكن عموتة دابا ولا كي ماشي شي تغيير دابا، كيكون في التغييرات، ما عرفتش انا شنو كيدير التغييرات في الدقيقة 80. نعم. وانت دابا مثلا بحال عبد العظيم خضروف ما كيعطيش الا 90 دقيقة، خصو انت 70 دقيقة 65 خصو يدير تغيير، خصو يدخل تغزيوين. الهجهوج عاود حتى هو، لان مولي مع اصابة ما خصو حتى هو ما يلعبش 90 دقيقة، لان كاين اختيار. كي جاتك النتيجة ديال اليوم امس امام اتحاد طنجة، نهزم الفريق الوداد البيضاوي، نهزم بهدف لصفر. النتيجة ديال المجموعة يعني ديال فريق الوداد ما رقاتش لذاك المستوى، والجماهير غاضبه على اداء اللاعبين، ورغم ذلك تؤيد بقاء الحسين عموته. احنا ماشي احنا عموته مزيان، المدرب اش وصل؟ شوف لان في الميركاتو اللي داز مشاو له اللعابه، مشى له اونداما، مشى جيفورد اللي كانوا عند البرقا، مشى فار اللي كانوا لاعبين رسميين، وتصاب له مؤخرا اونجم. فوالا، كان عندنا المهم واستطاع يجيب العصبه يعني بداكشي اللي عنده. نعم. بالدهاء ديالو وبتجربته صراحة، عنده واحد النسبة كبيرة في فوز أو وصول فريق الوداد لما وصل إليه، ما خصناش نكرو هذا الشيء. بارك الله فيك. حنا حتى دابا أنا كنعترف به باللي مدرب في المجتمع، شنو هو الآخر، شنو هو اللي ما بغيتهاش أنا، بحال المرة مؤخرا خرجت التصريح قال بأنه كاين مشاكل في الوداد، أنا اللعابة ما داروش فاش ما عنديش لا علم بها، ولكن علاش راك مدربة سي عموتة ما تعرفش هاد الحوايج؟ شنو راك دير؟
شنو الدور ديالك كمدرب؟ الجمهور الودادي يا خويا. وانت دابا كتحس انت واللعابه قبلك الاحتياط وكتقول اللعابه داروا شي حوايج داروا شي مشاكل وها الشهور لان ما انا ما عنديش العلم عليها. هذا هو الحاجه اللي يمكن الجمهور الودادي كيواخذ عليها عموته وما تيقولوا ليه شوف اللي صالح الفرقه احتفظ به اللي ما صالحش الفرقه يمشي بحاله وجيبوا لعابه في الميركاتو الشتوي جيبوا لعابه في المستوى قادرين على انهم يحملوا قميص الوداد البيضاوي عن جداره. فبالتالي عموته ملي قال بانه كاين هناك تشويش وكاين هناك كذا وكذا فكنظن ان عموته يخرج مباشره ويقول منين كاين هذا التشويش ومنين كاين راه الجمهور واقف معاه وغيوقف معاه. الله يرحم لك الوالدين السي رضوان هذا هو اللي بغينا نوصلوا له. الا كاين شي تشويش نقولوا ماشي نقول راه كاين تشويش ونخليها رمانه مغمضه. نعم سيدي داك اللي كاين تشويش نقولوا هكا الاعلام كلشي عارفه سيدي فلان هو اللي دايرنا هذه المشاكل فلان هو اللي مثلا رجع وبغى يدينا في الشرقيه وبغى يديه مثلا الزمالك ولا رجع عمر له راسه او لا هذا اللاعب هذا كيظهر بالاصابه ولا هذا ما عندوش اصابه ولا هذا بغينا السيف ولا هذا بغينا هذا نعم يعني خص الامور تكون واضحه لان ذاك الوداد راه كيمثل كما كنقولوا وداد الامه كيمثل الوداد البيضاوي ولكن ما ينساش راه عنده جمهور في المغرب كامل وفي خارج المغرب بطبيعه الحال وكل شيء كيبغيه وكل شيء كيتعصب من اجله وكل شيء كيسمح في خدمته باش يمشي يتفرج لي ماتش ديالو. راني انا كندعو شي راس رضوان والله الا كنسمع في الخدمه ديالي كنسد المحل ديالي ونمشي نتفرج للوداد. نعم ولكن جمهور انا خصنا نعرف احنا بغينا الفرقه ديالنا تزيد قدام هما دابا كيديرونا بحال هكا كيكرهونا في الكره حتى كنتعصبون بدو نسبون خسروا الهضره في القهاوي كلشي كيسمع هنا كنقولوا ودي كاع علاش كاع ناقص كاع حنا نتفرجوا. حنا بغينا الفرقه ديالنا غير يلعبوا لنا كما كانوا يلعبوا لنا في كاس العالم كان مزيان حنا ماشي دابا حنا دابا مزيان حنا ما مازال البطوله طويله ولكن حنا شتي فوت الفوت. نعم لان تابعنا ديربي لانه هاد الضياع ديال النقاط ديال المباريات ممكن الفريق يندم عليهم مستقبلا لانه خصوصا فريق الوداد البيضاوي كما كيقول عموته كيقول المسؤولين ديال الوداد انه هذا العام بغى يحافظ ثاني على اللقب. اذا الا بغيتي تحافظ على اللقب خاصك في الميركاتو الشتوي تجيب لعابه في المستوى وتعزز بهم المراكز ديال الخصائص اللي خاصينك السي عموته. فلهذا السي عموته الجمهور راه معاه مع انه باغي يبقى في الفريق ولكن أن ما يبقاش يقول ما عرفتش التشويش كيجيني من هنا ولا اللي كيشوش عليك صيفطو بحالاته لانه اللي يشوش عليك راه يشوش على مصلحه الفرقه. فبالتالي اللي غيشوش على مصلحه الفرقه ما عندش فرقه ما دير به. نعم كاين الرئيس نعم كاين اعضاء كاين بزاف لان كاين اداره كاين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نتوصلوا لها باش نجيو نخرجوا كما كان في الاعلام باش نسبوا واحد الهزيمه ونمسحوا راه كاين تشويشه ولا فلا. نعطيك مثلا اكزومبل في كاس العالم خرج هو بصريح مودي جينا روطار شكون اللي كان شادك السي عموته باش تمشي روطار ما تمشي تحت الاربع بصح والريال تحمل الريال تحمل هو مسؤوليته يتحملها هو والمكتب المسير صراحه. بارك الله فيك وما هذا ماشي سبب انا بالنسبه لي هذا ماشي سبب واخا حتى يتحمل المسؤوليه مشيت الاربع ولعبت السبت مزيان ما فين كاين المشكل كون تدرب هنا في المغرب قال حتى الناصيري قال هذا ماشي سبب هو قال صريح الناصيري قال صريح وقال لك وعطى امثله بريال مدريد قال لك ريال مدريد جات صباح الاثنين ولعبت الاربع نعم وكاع كيمشيو هما كاع كاع في اوروبا انت كتشوف الشامبيونز ليغ كيمشيو لحد كيلعبوا السبت واحد ولا اربعه وثلاث كيلعبوا في سميتو كيلعبوا الشامبيونز ليغ ويولي عاوتاني يلعب السبت واحد في البطوله. نعم وما هذا ما عندوش مشكل غير حنا اللي عندنا مشكل حنا دائما كنطيحوا المشاكل في الصفه. اذا 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 اسمح اذا خويا الميساج ديالك راه وصل وفهموه وراه الجمهور والمتتبعين المشاهدين ديالنا فهموا الميساج ديالك. كاين عدد ديال الناس اللي هما متفقين معاك وكذلك كاين بزاف ديال الامور اللي كتسيء لعموته وانا اليوم انا غنوقف جنب عموته. علاش؟ لانه عموته حقق ما لم يحققه اي مدرب اخر كيفما كان محلي او اجنبي. لأن عموته اليوم مشى بالوداد الامام. فلهذا كاين بزاف ديال الناس المتدخله عبر عده منابر اعلاميه بداوا في حمله على عموته واليوم انا تنوقف صف عموته تنقول ان عموته ماشي هو المشكل بصفتي كمتتبع رياضي. عموته راه ماشي المشكل التركيبه البشريه كانت عند عموته وبقى غادي بها وعرف كيفاش يفوز بمقابلات صعيبه. نعم السي رضوان شوف محلي واحد النقطه اخرى النهار اللي في الصيف اللي داز فاش كان يجيب اللعابه قال لك الا ما درت لهمش انا مثلا داك الكوتشينغ ديالهم ولا شنو كيقول له بحال هكا على داك فاش كيجيبوا اللاعب كيدير واحد تروا جور نسي واحد ويصيفط عاد ويشوف واش خليه ولا يديه ما قال له حتى شي واحد شنو تجيب وشنو ما تجيبش
هو اللي بغاه هو اللي وافق عليه. واش مثلا ضاهو، انا بالنسبه لي ضاهو نقسم لك حتى في المولوديه الوجديه، اقسم بالله وكان كون انا مدرب السي رضوان بالتجريب في البسيطه ما نلعبو في المولوديه الوجديه. صراحة تعطاته فرصة كثيرة، وهنا أنا نكلي نكلي مش باش أنا نجيب أنا لعب الكوت ديفوار نمشي نجيب صافي هذاك ديال حسنية تكادير كسميتو راه باغي نجيبوه بعدا. بديع أوك بديع أوك بديع أوك هذا هذاك مزيان، ولكن ولكن بلاتي 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 ها بديع أوك كيلعب أو كيشغل المركز اللي كيلعب فيه ونجم. لا انا انا بالنسبه ليا بحال انا بحال بن شرقي ما ردوش انا جالي من بحال دابا مخصوص لي انا الاخر مخصوص عندي ونجم مصاب بن شرقي نخليه الوسط. الجمهور ديال الوداد تيقول لك ردوه بلاص بن شرقي. الجمهور ديال الوداد تيقول اسمعني، الجمهور تيقول لك الوداد خاصها 10 مزيان، يعني داك المانور دو جو صانع الالعاب، وخاصها قلب هجوم صريح. انا بالنسبه ليا الكارتين مزيان صانع العاب، انا كنشوف الكارتين مزيان. هذا رأي ديالك فعلا. نعم هو انا كنشوف حتى الكارتي حتى هو قدم مباريات كبيره في المستوى. عنده بلاصتو. نعم. انا بالنسبه لي خاصها تسعه. نعم خاصها تسعه. أيوه. وبالنسبه لي شويه شويه النقاش ما غاديش غير نكره الخير ديالو لانه بسببه باش وصلنا لهذا الشيء، ولكن الصراحه راه بدا كيعيا، يعني خصو يلعب يعني 60 دقيقه حتى هو ديالو يخرج. وسي عمو تاع كان كيسمع فينا في هذا الاخر خصو يبقى يدير لنا التغييرات في الدقيقه 60 دقيقه 70 ماشي خلينا حتى الدقيقه. واش البارح مثلا صافي خاص 4-0 ماشي دخل من يده في الدقيقه 91 دير من هذه التغيير. انا ما فهمتش ديال من واش كيشوف هو شي حوايج ما كنشوفهمش حنا ما فهمتش. وها المهم على اي الميساج ديالك وصل، نتمنى ان عمو تيدارك هذه الاخطاء ويمكن اننا نغلبوا مصلحه النادي على مصلحه الاشخاص. فبالتالي نتمنى التوفيق لفريق الوداد ولعموته، وشكرا لك خويا بزاف بزاف على الاتصال ديالك. شنو نقطة نضيفهم الله يخليك؟ تفضل. نقطة واحدة هي الجمهور الودادي، نتمنى أنه ما يتعصبش على اللعابة ويساندهم، ورحنا معاهم في كل شيء. يعني ما يسبوهمش ما يهبوش عليهم في الآخر، يمشيوا يتفرجوا. نعم. عادي ونوقفوا معاهم لأن فرحونا وجابوا لنا العصبة والبطولة مازالت طويلة، وراه أي واحد كيطيح وينوض، لأن هذه كرة القدم فيها ثلاثة الحوايج تعادل وهزيمة وفوز. راه كما اليوم عليك غدا عليك عاوتاني. حال احوال ونتمنى السي عمو يدارك الموقف ان شاء الله وحد سعيد الوداد ان شاء الله. والنقطه الجوجه هي ما تنساني سقلي النمره ديالك راني باغي كتصير دوار. مرحبا صافي صافي اخويا مرحبا يلا مرحبا الله يبارك فيك. شكرا لك شكرا على الاتصال ديالك خويا. شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك خويا محمد. نعم خويا شكرا بارك الله فيك محمد بيهات، تحية طيبة من مونتريال أخي رضوان العلالي، كل التوفيق والنجاح. شكرا لك أحمد توفيق. فين غبرتي علينا سي أحمد؟ كيفك؟ وينك يا أحمد؟ غبرتي علينا كثير ها صاحبي، خاصك دائما تكون متواصل معنا لأنه بعض المرة كنفتقدوا الأصدقاء ديالنا الأوفياء ديال البرنامج ديال القناة. أحمد توفيق يقول كابتن رضوان عمو تعطى كل شيء للوداد ولم يقدر إقناع بعض اللاعبين المتميزين مثل حسني وشيكا، ودادي هي بحاجة لهاد اللاعبين، لازم يعرف عموته هو مصلحة وداد فوق مصلحة الخاصة به بطبيعة الحال. ونتمنى إن شاء الله تقاد الأمور. عبد الله التومي دابا شحال ديال المحلل عموته مالو، يستحيل المغاربة يكون مدرب ناجح ويتركونه أبدا، المهم عموته عنده قيمة سواء في الوداد أو بدونها. وأنا ما كنختلفش معك أخي العزيز، يكثروا المحللين ولا يقلالوا، المهم اللي كاين هو اللي كاينه كاينه، واللي خصها تقال هي اللي خصها تقال. وتنشكرك على التدخل ديالك، وكنشكروا كل الإخوان، وشكرا لك أحمد توفيق ومولاي أحمد لو، وشكرا للجميع. شكرا لك بن عيسى هزي خويا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عبد الله التومي دابا شحال ديال المحلل عموته مالو؟ الو الو سلام اخويا، ممكن تنقص شويه من الهاتف؟ واش اخويا افيك بليزير. نقص لي الصوت لانه كيتسمع التردد ديال الصوت عندنا. ما كاينش مشكل اخويا. مرحبا اخويا، شرفنا بالاسم ديالك والمدينه. معك اخويا موس، موس بيضاوي من بوردو اخويا. موس شكرا الاخ رضوان. موس البيضاوي من بوردو، من بوردو. مدينه بوردو الفرنسيه. مرحبا بك سي البيضاوي. بارك الله فيك. دابا انت بيضاوي واش ودادي ولا رجاوي؟ بيضاوي غالبا تيكونوا بيضاوي رجاوي. مرحبا. انا رجاوي ولد بسلطان ورجاوي. مرحبا بك سي رجاوي، كنموت على الفاجا. مرحبا بك. فوالا مرحبا. ماذا بيا نهضروا على الفاجا ولا نهضروا على الشامبيونان؟ انا بغيت نهضر معك على الفاجا. نعم تفضل.
دونك فوالا انا بغيت نهضر معك على قبل هاد لا دات ديال 21 هادي اللي غادي تخرج ان شاء الله غادي يكون فيها الجمع العام الجمع العام ان شاء الله الاجتماع اللي غادي يكون ان شاء الله غادي اوتيب الاكل ديالو وغادي يمشي غادي يكون بريزيدون اخر جديد. حنا كنسمعوا بان كاين ترامباتي الناس كتقول كاين بريزيدون. انا كنقول لك السير دوان من هاد المنبر هذا اي واحد يجي يشد الدراجة اي واحد شتيو علي نعطوه الراجل نعطوه السوارت يسير احسن من حسبان. حسبان ما عطاش ان بلوس شوي ديزولي ما عنديش شي مشكل مع حسبان ولا مع انا رجاوي كنبغي الرجاء قبل من كل شيء. بما انك رجاوي وعندك غير على فريق الرجاء البيضاوي فبالتالي انت كتقول شي حاجه اللي كتحس بها صالحه لفريق الرجاء البيضاوي وهذا حق ديالك مشروع خويا البيضاوي. بارك الله فيك اخويا رضوان. حنايا هذا السيد هذا عام ونستغرق غادي يقولوا لنا الناس كاينين اللي ريزولتا اللي كيحكموا. حنا كنعرفوا بان الفرقه اللعابه والجروب من السودان العام اللي فات محمد مشاو مزيان مع محمد دابا مع غاريدو بور حنا كنشوفوا تدبدوب في النتائج راه غادي مزيانين ولكن كاين تدبدوب في العطاء. حنا ما كيهمناش العطاء ما كيهمنا لي 3 بوان الفرقه وروزمون هو ان الفرقه لقات ولاد الفرقه اللي كاينين وكاين دو جوار اكسبيرمونتي بحال الراك اللي دابا داروا في لو بلاكار خشاع حسبان في البلاكار باسكو بون سالارونج با كيقول لعباد الله راه كيدير الاضرابات. هاد السيد هذا ما كنفهم والو. حنا السير دوان انا غنسولك بيضاوي باش نبسطوا الامور والجمهور كذلك معنا يستافد ويكون دائما معنا غادي معنا في المستوى ديال النقاش ديالنا. انا غادي نيسر الامور ونسال وانت غتجاوب عليا بطبيعه الحال. بما ان فريق الرجاء البيضاوي تم توقيف يعني المكتب المسير تم توقيف الحافظي والراقي لاسباب يعلمها الجميع وهي انه اللاعبين تظاهروا بالاصابه. اليوم الحافظي يشارك في المقابله ويستدعى المباراه اليوم ديال تطوان بينما الراقي باقي خارج مفكره المدرب. اشنو في رايك السبب؟ لان الجمهور الرجاوي كيقول لك علاش الحافظي إيه والراقي لا. انا غادي نقول لك السير دوان وانت راك تستيكويري ولعبتي الكره. الراقي كيقول لنا حسب البريتكس ديال انه هذاك السيد هو اللي كيحفظ اللعابه كاملين هو اللي كيدير الاضرابات هادشي كذوب هادشي هذا. الراقي باغي يصيفطو حسبان كلشي بغي يخرجو من لابتيت بورت وما غاديش يخرج من لابتيت بورت. لحقاش هذاك السيد عطى الفرقه بزاف وضحى الفرقه واللعاب كان بليسي ولا بروف ان اللعاب كان بليسي هو ان الميدسان ديال الفرقه مني اتصلت به واحد الصفحه رجاويه اكد لهم بمكالمه هاتفيه بان السيد بليسي. وانا بيرسونيل مو خويا رضوان عود بلا ما قلت انا اتصلت بلاجون ديالو عزيز الشافعي سان ميا موا اتصلت به وسولتو على الحاله الصحيه ديالو قال لي السيد راه بليسي. وكيف يعقل السيد متوفي ليه الاخ ديالو الله يرحمه توفي ليه ولو لوندوما جلبستوني دراجه ونلعب ماتش يلا هذا. اما الحفيدي لوكاد الحفيدي حنا كنعرفوا لوكاد ديال الحفيدي راه برولونجي عليه حسبان فهمتيني وكاين انكلوز ليبيراتوار وباغي ليكيديه حيت حسبان عرف ان السوع ديالو قلالو في الرجاء ما كرهش ليكيديه. وانت كما دستي في الكره ودستي كويرا السير دوان راه لعاب اللي كيكون اون موك دو كومبتيسيون ما كيبانش ما تقدرش تبيعو دابا في هاد السوق انتقالات دونك خصو يدخل. انا كنتساءل انايا يعني الحفيدي ما غاديش يبقى في الراجع على حسب الكلام ديالك البيضاوي انه الحفيدي يدخلوا دابا خصو يدير مباراه يتفرجلو ويعاود يرجع الاسم ديالو للصحه الوطنيه باش يمكن حسبان يبيعوا لشي فرقه اكزاكتومون. ولكن هادشي ان شاء الله ما غيكتبش حيت حسبان غيمشي في حالته نهار الخميس. هادي سي سير شكون في رايك البيضاوي الرئيس اللي مرشح بقوه انه في حاله ما اذا الجمع العام الاستثنائي اللي غادي يدار في 21 ياك في 2021 21 شهر شكون هو الاسم القادر على قياده الرجاء وارجاع الرجاء الهيبه ديالها لان الرجاء دائما عنده الهيبه ديالها وهذا الشيء حتى واحد ما ينكره بحكم النتائج ديالها اللي كيحققهم دابا. ولكن شكون اللي غيرجع للرجاء تبدا تلعب لنا عاوتاني على الواجهات والرجاء ما تبقاش تعاني من مشاكل ماديه كيف ما عانت في الوقت وفي الوقت ديال التسيير ديال حسبان. واخويا الجواب راه داز غير في الصباح في واحد الراديو مع الصباح هدر السيد لونسيان بريزيدون. انا ما غاديش نهضر على لونسيان بريزيدون. انا اللي كيبان ليا شوف باش نكونوا واضحين اللي كيبان ليا يقدر يجي يشد الدراجه شي واحد
اللي واجد فينونسيامون الفلوس كاينه خويا رضوان، حيت ما غاديش يجي واحد البريزيدون غدا غادي يجيو يجمعهم في تراب الرجاء قدامه ويقول لهم شوفوا انا غنقول لكم وكنوعدكم اللعابه ملوا. وانت كتعرف الحاله الاجتماعيه ديال اللعاب، اللعاب ملي كيكون كيلعب في شي فرقه في الرجاء ولا في الواك كتسنى عائله، كيتسنوا خوتو، كيتسنوا والديه، كيتسنوا بزاف ديال الناس، وهاد الناس هادو عندهم فتره محدوده في الكوره. ما كاين اللي فات 10 سنين راه لاباس عليه، ولا ما درتيش في 10 سنين راك بقيتي بداوي. وي خويا، بما انك انت مقرب من دواليب ديال التسيير يعني حتى اللعابه انت قريب منهم وتتعرف يعني ومعروف رجاوي قح وقريب بزاف من بزاف ديال الاخبار وعندك معلومات كثيره على كل ما يجري ويدور وتعرفوك المنخرطين وتعرفوك اللعابه ويعني بحبك الفريق، بغيت نسولك انا واحد السؤال على واحد اللاعب فينا هو الكاروشي. الكاروشي بغينا تقول لنا حتى الحاله ديالو، الوضعيه ديال الكاروشي فين هو الكاروشي؟ الوضعيه ديال الكاروشي حاله يبتلاها نفسانيا، بعدا ديجا هو نفسانيا مات، راب ريبوه شنو ريبوه، والضريبه كيخلصها الكاروشي حيت هضر العام اللي فات ملي كانوا اللعابه امتنعوا على السفر فاش امتنعوا باش مشوا لتطوان بغاو يديروا كريف دار ديكلاراسيون. وانت راك تيكويري ما نقدروش نحكموا على لعاب يلاه دير 90 دقيقه خارج تسولوا راه يقدر يقول نامبورت كوا اي كلمه في فمو تجي حيت كيدير ان ديكلاراسيون شو سيدي الله خارج كان كونسونتري مع ماتش لعب 90 دقيقه ما قال والو، قال حنا كنلعبوا على قبل هذا الجمهور اللي جاي يتابعنا فإذا به كيتحكم في الفرقه كي الحشومه الكاروشي. الكاروشي انا بيرسونيلمون هضرت مع الكاروشي كانوا فرق كبار باغينو في المغرب وما بغاش يمشي كان يعني كان من ابرز الاظهره، كان ظهير ايسر مميز وباقي عندهم ما يعطي وباقي في الامكانيات ديالو كامله صراحه. الكل يتساءل على غياب الكاروشي. ودابا خويا رضوان واقيلا انت شفتي الماتش قبيله، واش انا ما بغيتش نهضر على هذاك، انا ما بغيتش نهضر على هذاك الدري هذاك حيت بون انا كندير دي فيديو كريتيكيتو لا ديرنيير فو قال لك الناس انا كنشوف منطق الكره. عندك انت كتلعب ان جوور تي بو شونجي لا بلاس ديال ان جوور يكون كيلعب اتاكون تردو ملي كيكونوا دي كارتون لي 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 رومبلاسمون ساليتيهم ما بقيتيش تقدر دير رومبلاسمون، هنا كتقدر تشونجي لعاب تشونجي لي بوست. انت عندك ان اريير لاتيرال جالس جبيره جالس وانت ملعب واحد اللي باريا في لاترال دو ميتشي، وشفنا ملي دخلت جبيره ولات ان سوبيريتي نيميريك كتولي عند لوكوم ادفيرس، ولا جبيره ملي كتهود كتبقى حدا العصا ديال الكورنر، يعني كيعطي دي سوليسيون كيقول لك انا خاوي كيشدها كيعرف ما يدير بها كيعطي دي باسون بروفوندور. وانا نقول للجبيره واللاعب خلتان غير يعقل، يعني خصني نكون ضايخ. انا جي غيان كنت هذاك الدري، هذاك الدري راهم سون تران دو لو بغولي كيحرقوا فيه كيلعبوا في هذاك البوست. علاش البيضاوي تيحرقوا؟ حنا باش نكون معك واضح في بعض الامور، انه مثلا اي لاعب تيكون صغير في السن وملي كيتم استدعاء الفريق الاول وكيلعب كرسمي كيبداو يقولوا لك لا راه مازال صغير. علاش هذه الفكره ما نحيدوش عندنا؟ لا انا ماشي قلت لك انت، بلكي كنقول لك انا هذه الباقة متداوله عند بزاف ديال الجماهير وكاين حتى بعض الناس الاعلام يعني اللي تيتكلموا عليها تيقول لك اودي وهذا اللعاب باقي صغير ومازال الوقت قدامه. اللاعب الا وصل 17 سنه 18 سنه راه مزيان يلعب في ليكيب ا. شفنا لوكا ديال اشرف حكيمي مع ريال مدريد، لاعب شاب تيلعب في الفريق الاول، فبالتالي السن ما خصناش نقيسوا السن ولكن خصنا نقيسوا بالعطاء ديال اللاعب. واش متفق معايا ولا لا بيضاوي؟ انا متفق معك اخويا، وحنا ديجا العقليه ديالنا حكا كمسيرين مغاربه ولا كاوتور قليل فين كتلقى شي واحد. حنا ما شفنا هاد الظاهره وانت عشتيها مع اوسكار فيلوني. اوسكار فيلوني هو لو سول اللي كان كيقدر كيدخل لك دو ولا تروا جوار دون لو بان شو كيقول لهم دخلوا واكسبريمي فو ديروا داكشي اللي كيعجبكم وما تحسبونيش انا كاين في لو بون توش. وكيدور عند ليكيب كيقول لهم الا خسرتوا الدراري اللي جوا الا خسرتوا سي ما فوت ربحتوا راه كراسا فو نتوما. ما كايناش هاد العقليه. انا كنحبد، انايا كنحبد يكون دري صغير عنده 18 اون 19 اون كنحبدو يلعب في الفرقه، ولكن ما تلعبش ان جوار. بيضاوي كاينين شي حوايج حتى الجماهير الرجاويه هنايا كيطلبوا مني شي حوايج انني نسولك وانني كذلك يعني تكون بعض الامور نكونوا حاسمين فيها انا وياك. ما انت انت محب رجاوي وانا تنعرفك وانت كتعرفني الله يحفظك ونجيك ابا رضوان كنعرفك مزيان اصدقاء كنحترم بعضياتنا. نعم خويا شوف رضوان خويا على بونتك كنتي غتلبس هذاك التوني
على بونت اوسكار فيلوني هو اللي تعمد وقال لي ملي ما تصيفطوش هذاك وما انا راه عقل عليك اخويا ولكن ما كاين باس انا كنشوف هذه القضيه نقول لك ابو رضوان كنحترمك بزاف على قوتك ولكن لا كارير ديالك اللي دوزتي واخا ما تظلمتي في الكوره حيت ما شفناكش بزاف لعبتي فترات مضى ولكن كنعقل عليك من يلاه بديتي البريميرشيب اللي ديتي مع الوداد الفتح كنت بالفتح في لاكوب جو بونس فينال مارك المستوري لا كنت بخريبكا كنت بخريبكا فوالا لونساك الشريف والشريف كنتي الشوشو ديال الشريف نتايا كنتي انا كنعقل عليك في كورتك وكنتي ديما وحتى دابا في البرنامج ديالك تبارك الله عليك برنامج ناجح حيت كتعطي لعباد الله كتاكسبريمي ما كتحبش الناس ما كديرش كبعض المحللين وبعض المنشطين ديال البرامج اللي كيبدا يقمع في عباد الله ولا كيحبس فيهم ولا انت كتعطي البلاد ما يهضر ملي كيكون غلط انا كنتفرج فيك كنتابع كيكون غلط كتقول لي انا ما نتفقش معك هنا انا بغيت نسولك وهذا الشيء هذا اللي كنفقدوه خصنا نتحاوروا مع بعضنا البعض لانه احنا البرنامج هذه القناه راه ديالكم قبل ما تكون انايا كنشتغل فيها هي راه ديالكم انتوما بالتالي خصني نعطيكم حقكم انكم تتكلموا بحريه احنا بطبيعه الحال كيف ما انتم كيف انا غادي نحترم الخصوصيات ما يمكنش لي نمس اشخاص بعينهم ونفس الشيء بالنسبه لكذلك الجمهور الكريم ولكن كاين شي حوايج خصنا نناقشهم بواحد الجراه ولكن خصني انا نحترم الضيف ديالي والمتصل نحترمه بزاف الا كان قال شي حاجه ماشي هي دي وكان غلط ربما نحاول يكون الاخذ والعطاء فيما بيننا وبالتالي نوصلوا للحل الانسب اللي يمكن له يرضي الاطراف هذا هو الهم ديالي في البرنامج هو اننا نكونوا دائما ايجابيين مع بعضنا البعض بغض النظر عن فكره رجاوي ولا ودادي انت معروف رجاوي موصل بيضاوي معروف رجاوي وكل شيء تعرف رجاوي لكن انت ومحمد الامارات يعني ولكن تربطوني بكم علاقه جد وطيده وعلاقه احترام علاش هذا الشيء لان انا كنحترم الرجاء وانت تحترم الوداد فبالتالي احنا كنحترموا بعضياتنا اكزاكتومون هذا هو اللي كاين انا هذه القضيه اللي كاينه كنقولها انا ما عنديش انا قبيله سولتيني على البريزيدون حيت هذه هي النقطه المهمه وانا بغيت نهضر على المنخرطين وعلى البريزيدون انا بغيت نوجه دابا نداء للمنخرطين باش يترجلوا حيت هذه الفرقه هذه دكدكات وحنا غاديين للهاويه البيضاوي انا غنسولك واحد السؤال مهم وجاوبني عليه انا راه تنعرفك علاش قاد وتنعرفك عارف كاع الخبايا ديال الرجاء والمنخرطين والرؤساء القدام يعني كلكم كتعرفوهم واللعاب اصدقاء ديالك نسولك واحد السؤال واش الازمه سببها حسبان او لا حسبان شي حد دير لي العصا في الرويضه ومخليش يخدم نوضحوا الامور للجمهور ديال الرجاء لا 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 الازمه ماشي سببها حسبان شكون سببها ماشي هو حسبان حسبان جا لقى الفرقه متكله فيها ديون اللي خلاهم السي محمد بودريقه على الفرقه فيهم دي كونترا ديال جوا فيهم هذيك ولكن حسبان ما غمضوش لي عينيه وغمضوا لي ودنيه وقالوا لي دخل حسبان جي عارف اشنو كاين يعني مني جيتي اذا الخطا ديالو حيت نهار جا بودريقه السي سي رضوان خويا مني جا بودريقه ما قالش لهم حانات خلا جوج المليار ديال العجز جا خدا الفرقه ديما راه بها دار ستاج جاب لعابه جاب اونترينور فيكس لوبجيكتيف ديالو غيدي الشامبيون باش يلعب الكوب ديمون وصل للهدف ديالو حسبان جا ربما ما ساعدتوش الظروف مي حسبان ما عطاش ان بلوس حيت شوف انت راك دستي كويرا رضوان ملي كيقول لك بريزيدون انت راك دستي مع دي بريزيدون صحاح وعرفتي دي بريزيدون صحاح حاجه عبد الرزاق مكور الله يرحمه راه كاين كلمه واش فهمتيني راه ملي كيقول لك بريزيدون غدا غنجي عندك مع التسعود راه كيجي عندك الغدي مع التسعود القسم كيكون عندك فهمتيني ملي كتكون ثقه حنا فقدنا الثقه في هذا البريزيدون البريزيدون ما باغي حتى واحد وكيلا دارهم ما باغينوش انا حاجه وحده اللي نقدر نقول لك هو انه حسب لما جاء للرجاء ما نساش الجمهور في بودريقه اذا بودريقه دار واحد العمل كبير يتحسب ليه والدليل هو انه بعض الجماهير الرجاويه لا زالت تطالب بعوده بودريقه ما رايك انت يا البيضاوي انا شوف انا نقول لك واحد القضيه بودريقه انا جو لو كلاس بارمي لي ميور بريزيدو اللي عرفتهم الراجا انا دو مون بوين دو في ربما الناس ما متفاهميش معايا ربما واحد الاخرين هذا رايك انت انا رئيس كي انا بودريقه بور موا هو رجل المرحله وبودريقه من احسن لي بيزدو لي دازو بودريقه شوف بودريقه مقاول كلشي كيعرفو مقاول وصلت لعند سيدنا وصل عند سيدنا الاكثر ما طلبش على راه طلب على الفرقه بغيدي اكاديمي الفرقه بودريقه نهار جا جاب لينا بيلباو ولكن بلاتي البيضاوي غنوقف معاك واحد المساله قلتي ما طلبش سيدنا الله ينصرو طلب على الفرقه اش خاصو باش غيطلب على راسو
لا راه كاينين اللي عندهم، راه كانوا شي وحدين عندهم وطلبوا، وما كانوش شي وحدين عندهم ذاك النهار شربوا كاس ديال اتاي وطلبوا عندهم. واش فهمتيني؟ ما تقدرش تقول لي راه سيدنا هذاك ملي كيوقف حداه بلا ما كيضر اي حاجه، هذا السيد طلب على الفرقه. هو سيدنا سيدنا الله ينصرو من كثره يعني الكرم اللي فيه، هو دائما تيقول اي مواطن اشنو خصك وكيدير حالتك وكيبغي يعاون الناس. هو شوف هذه القضيه هذه ما كاينش اللي غادي ينكرها على سيدنا الكرم ديالو والرفق ديالو بالشعب، ولكن راه كاينين الناس اللي عندهم ومازال، وانت هاد الدومين راك عرفتي راك عشتي مع ناس راه كاينين شي وحدين اللي مازال كيبغيو ما يخليش البلاصه لواحد اخر. راه لو كان ديال هاد الحسبان هذا اللي لاصق وملصقين واحد المنخرطين ديال واحد جوج قهاوي ملصقينه، وحده ديال الزاكطوني وحده ديال هذيك، حده ديال الزاكطوني اللي كيعطيو فيها ليكراد ديال الرجاله كيدخلوا كيبداو يقشروا في عباد الله، هذا راجل هذا ماشي راجل، هذا راجل مش راجل، هذا خصو يمشي بحال هذا، واحد خينا كيكذب عليهم بابك تما شاد بسرعه عباد الله، وباري في القهوه ديال الجمار البيضاوي. البيضاوي 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 الرجوي اسمعني حاليا لتفادي الازمه شنو هو الحل؟ الحل اللي كاين، الحل اللي كاين حيت انا خايف من شي حاجه تخرج من الفوق من لافيفا ولا شي حاجه اللي دات اللي عندنا، الحل اللي كاين هو بريزيدون اللي غادي يجي للراجا خصو يجي يعول على راسو، كاين واحد 3 مليار ونص ولا 4 غادي تخرج، خص تعاود الهيكله اللي تيرا الراجا، خص يتحل سونتر دو فورماسيون، خص يكون مشروع باش ما نبقاوش نوقعوا في هذا الشيء هذا، ما نبقاوش نتسناو حنايا بودريقه ولا طوباطي ولا اكس ولا ايكلاك حتى يجي هو ينقدنا، خص الراجا، الراجا ولا كاع الكلوب ديال المغرب كاع الكلوب ديال المغرب خصهم يكون عند يكون عندهم هما قادين بريوسهم. انا عندي فكره، عندي فكره فكره اقسم لك بالله بالنسبه للرجاء وحتى بالنسبه للوداد يقدروا تقدر توقع، اقسم لك بالله المعبود اذا تخلي 5 مليار 6 مليار للفرقه في العام، انا ما غنقول لهم لا سبونسر ولا والو، فكره في راسي وغنتهناو من مشكاره وغنتهناو من كل شيء والله يتهناو منه. وشنو هذا الحل السحري؟ هذا الحل السحري هو شنو هو؟ احنا عندنا منخرطين، احنا كنعرفوا هيئه المنخرطين اللي عندنا في الراجا، هيئه منخرطين كاين الناس مقسومين كاين الناس باغا مصالح وكاين لا، اذا كانت 10000 درهم انا غنطلع اخويا اسمعني رضوان اعطيني اخويا اعطيني جوج ديال الدقيق غنشرح لك جوج ديال الدقيق، وما تبقاش الفرقه في يد المنخرطين ولا في يد الرؤساء ولا واحد يدوزها لواحد، انا غنقول لك الفكره ديالي وانت ديك الساعه قول لي شنو كاين. الانخراط اخويا غادي نطلعوا حنا 50000 درهم يعني 5 مليون ديال السنتيم، الناس اللي غتجي تنخرط خصهم يكونوا ذو كفاءات عاليه يا في التسيير يا في القرايه يا اي حاجه، يعني بغيتي تجي حيت انا هذاك السيد اللي غينخرط معايا ب 5 مليون غادي نعطيه الحق في 10 الاصوات يصوت. انا بغيت 100 منخرط تكون عندي ب 5 مليون هي 500 مليون، وهاد الناس هادو غادي يعطوني 10 الاصوات عندهم 1000 صوت، ياك عندهم 1000 صوت ديالهم ما غيبقاش دابا جا من غادي 5 مليون ما يبقاش بنادم يقدر يخلص على بنادم، وغنحل الانخراط للشعب للرجاء للجمهور، غنحل من الانخراط غنديرو ب 3000 درهم 3000 درهم، اي رجاوي عنده الحق ينخرط، ولكن هذوك الناس اللي مخلصين 5 مليون هما اللي غيحضروا في الجمعه العامه، وحنايا كرجاويين بوساطة كنبغيو الفرقه غادي نخلصوا 3000 درهم، واللي بيضاوي قبل ما يخلص 3000 درهم يخلص تعيا 300 درهم كارطه ديال التيران، الا درنا 10000 واحد اخويا رضوان 10000 واحد دارت كارطه ديال 300 درهم كتعطيني 300 مليون، هذيك 300 مليون الا ضربنا في 10 على 3000 درهم ديال الانخراط كتعطينا 3 مليار، يعني حنا درنا 10000 واحد 10000 رجاوي غتنخرط. واش في رايك دابا واش في رايك دابا المسؤولين مثلا ما عارفينش هذا الشيء البيضاوي؟ لا المسؤولين عارفين هذا الشيء هذا، علاش ما داروش؟ ما داروش انا نقول لك علاش باش ما كنتش معاك غير لقد الله يرضي عليك. دابا كاينين بعض الجموع العامه او بعض الرؤساء في الجموع العامه عندهم واحد العدد ديال المنخرطين ديالهم. اييه الحياحه عنده الحياحه وعنده دوك اللي مخلص عليهم ما كيعرفش الراجل ما كيعرفش الوداد وكيجيو كيفوطي وعندهم دوك اللي كيهزو يديهم على اي حاجه شفتيني، وكاين داك اللي ديما في البيضاوي حيت هاد الشيء هذا شوف خويا الا درنا هاد السيستيم هذا بحال الاهلي والزمالك غتولي بشهر قبل من الجمع العام تفوطي في انترنت، ما يبقاش يكذب عليك بنادم، انت غتفوتي بالقناعات ديالك غتشوف هذا السيد هو اللي كيما تفوتي عليه، ما تبقاش الفرق يتحكموا فيه 10 المنخرطين ولا 15، حنا واحدين مع جوج، واحد شاد قهوه هو وبعته، واحد شاد قهوه هو وبعته، واحدين معاه، ولكن اللي غتكون انا الجمهور هنايا سي بيضاوي، الجمهور هنايا كيطالبني قال لك خويا دوي لينا مع بودريقه سعد ديغو رجاوي. ياك دوي لينا مع بودريقه، كنتمنى بودريقه لانه بودريقه تلاقيت بها انا شخصيا وتيتفرج في البرنامج ديالنا تيشوفو تيتبعو.
ونتمنى انه الا كان كيشوفنا اليوم في هذا المباشر يتصل بنا ونناقشوا مع عده امور، لانه بودريقه اليوم اصبح مطلب ديال الجماهير الرجاويه، بغاوه يرجع باش يرجعهم لديك الوقيته اللي كان فيها بودريقه على راس فريق الرجاء ووصلهم لكاس العالم الانديه وفوزهم بالبطوله. بودريقه قالها الصباح، قال لها في الراديو الصباح، قال لهم انا مستعد. بودريقه خويا شوف، بودريقه الا رجع للراجا ولا رجع اي واحد للراجا، خصنا ديجا كجمهور خصنا نحميوه. يعني كيفاش خصنا نحميوه؟ حيت كاينين شي وحدين ما كيخسروا والو، كيخرجوا كيبقاو يكتبوا ديك تقول في عباد الله، وهادي يعني نحميو البريزيدون ديالنا، غنتفاهموا معاه في الاخر ديال العام الا بان لينا باغي يخدم. في الخبر ديال العام غنديروا البيلون، إلا جا بودريقة رجع بودريقة للراجا ولا جا إكس ولا إكراك، كاينين بزاف ديال الحوايج. أنا كنتمنى يرجع بودريقة، علاش؟ حيت بودريقة خطأ، فهمتيني؟ سيريان خطأ في العامين الأخرى، وبقى كيتسند بزاف ديال الناس ودار ثقة بزاف ديال الناس، وخدم بقلبه كرجاوي، ما خدمش كواحد كما كيسير العمل ديالو، راه ناجح تبارك الله عليه في العمل ديالو. دونك جو بونس هاد السيد إلا عاود رجع، حيت كاينين واحد الطبقة ديال الجماهير أش كتقول لك؟ لا ما يرجعش. واش نتوما سيدي ربي كيغفر ونتوما بغيتوش تغفروا؟ هاد السيد خدا، غلط هاد السيد، غلط، دار اغلاط داكور، وما هربانش، راه كون يهرب علينا يقول لنا الله يعاونكم تما نشدوا فيه. هو كيقول لكم حيدوا حيدوا خلوني ندخل، دونك حيدوا صافي ونتحاسبوا معاه. هاد الناس هادو شوف، كاينين مصالح، كاينين المخارات اللي كيقلبوا على مصالح ديالهم، كاين اللي باغي يدخل المكتب، كاين اللي كيدخل للجامعه. بيضاوي وي خويا، باش ما تقلقش مني وتقول رضوان ما خلانيش ندوي ولا شي حاجه، اسمح لي لانه بزاف ديال كاين بزاف ديال الاتصالات ومكالمات، لكن بغيت باختصار نسولك واحد السؤال. في حاله ما اذا مشى حسبان في هذا الجمع اللي غادي يدار، من هو الرجل الانسب والاكثر حظا اللي يمكن له ياخذ الرجاء في الظرفيه؟ اعطينا شي اسم. انا شوف قلت لي الانسب والاكثر حظا، جوج. الانسب بور موا هو السي محمد بودريقه، والاكثر حظا هو السي احمد الطرومباطي، حيت هما اللي كيهضروا عليه دابا. وانا اذا واحد في هادو الى خد الفرقه مزيان، الجمهور الدراجه غير تاعها. جمهور الدراجه غادي يشوف، جمهور الدراجه غادي يرتاح، حيت هاد الناس اللي غيجيو ما غيجيوش على الشر مانا مغمضه، يعني جايين وعارفين علاش جايين، وجايبين شفاره عامره مزيان، وجايين باش يوقفوا مع الرجاء، وعارفين شكون هي الرجاء، وكاين منهم من يعرف قيمه الرجاء وسبق له سيرها. فبالتالي نتمنوا التوفيق لفريق الرجاء، ونتمنوا التوفيق لكل الجماهير الرجاويه، باش ان شاء الله من وقت اللي دار الجمع يختاروا الرئيس الانسب والاحق له والاجدر باش يقود فريق الرجاء ويخرجوا من هاد المشاكل اللي كيعانيوا منها اللاعبين، مشاكل ماديه. نتمنى التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. البيضاوي شي كلمه اخيره. كنشكرك بزاف اخويا رضوان على البرنامج ديالك، راه كيتفرجوا فيك، راه كدير لوديمات بزاف، وكنتمنى على الله المنشطين ديال البرامج الرياضيه يتحاوروا بحال ما هكا مع الضيوف ديالهم، حيت انا اللي مخلص دابا الهضره، يعني خصني نعطيه الهضره ويوضح، ولا كان غلط نشرح ليه بالاداب. وسير الله يحفظك، وكنتمنى على الله بان المنخرطين يترجلوا ويكونوا معنا رجال، وراه غادي يكون نهار تاريخي ان شاء الله، نهار لو 21 ديسمبر. والجمهور كنوجه رساله للجمهور، نشوفوا ما هو اصلح وانسب للفرقه واللي غيزيد بينا لقدام. وان يعمل الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. شكرا بزاف خويا رضوان، وشكرا لقناه شوف تي في، وميرسي بوكو على التواصل ديالكم. ايوا بقى دائما متواصل معنا من هنايا ان شاء الله، غنبقاو متواصلين حتى يدوز الجمع وحتى يتم اختيار رئيس جديد وحتى هو نهضروا عليه ان شاء الله. وحنا هنايا باش حنا كندافعوا على الفرقه، ما باغيين مصالح، ما باغيين حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين، الاهم هو مصلحه الفريق، مصلحه فريق الرجاء البيضاوي كبير بجمهوره بتاريخه بلاعبيه بكذلك بمسيريه. نتمنى الفريق الرجاء البيضاوي انه ما تبقاش هذه المشاكل، ونتمنى الفريق الرجاء البيضاوي كل التوفيق. بغيت نقول واحد الكلمه اخيره. كنت لا لا، انت البيضاوي ما باغيش تمشي في حالك، ما ساهلش. لا 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 لا، واحد البشره، واحد البشره. انا راه كاينه واحد الحركه، كاينين الناس اللي داوي كفاءات عاليه، كاينه واحد الحركه اللي غادي تخرج للوجود، اللي الهم ديالها الوحيد والاوحد هو خدمه مصالح فريق الرجاء البيضاوي. كنبشر الجمهور البيضاوي ان شاء الله راه غادي تكون غيكون واحد المولود جديد اللي غادي يأتت الفضاءات الرياضيه ديال فريق الرجاء البيضاوي، ماشي فضاء وتيران ولا هذه،
ولكن غادي يكون عنده كلمه ديالو حيت غيكونوا فيه ناس اللي اكفاء والناس اللي عندهم درايه والناس اللي غيكونوا منخرطين ان شاء الله مستقبلا واللي كيهمهم هو مصلحه الفريق. وشكرا خويا رضوان واعانك الله. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. شكرا واتمنى منك ان تكون دائما معنا في تواصل مستمر. وهذه قناتك كيف ما تنقول دائما، وهذا مبدا ديالنا في القناه والقناه ديال كل الشعب وديال كل الجماهير المغربيه. سي معرشي بكري بغينا بودريق يرجع حيت هو الاحل، هو الحل لانه يدافع عن الرجاء. نرجس رجاء رجاء بودريق. محمد امين بونو بودريق ما خاصوش يرجع لتسيير من الاصل. علاش؟ محمد امين بونو يقول ان بودريقه ممنوع قانونيا وديما رجا. حنا خويا ما كاينش عندنا اشكال، كتسمعوا بودريقه كتشدكم الخلايا وكدوا تعيروا عباد الله. كاين غير بودريقه ومصل البيضاء والرجا والقاع ما كنعيروا حتى شي واحد. واحد ما كاين اللي ما عجبوش الحال يشرب من البحر، حتى واحد اللي ما عجبوش الحال وما كيبغيش الرجا، الرجا عاده اللي تيبغيها وعندها اللي قادر يمشي بها لبر الامان. توفيق نتمنى لفريق الرجاء البيضاوي، فريق كبير عريق التاريخ ديالو. نرجعوا المباراه اللي قلت ديال الوداد البيضاوي واتحاد طنجه. الوداد نهزم بصفه هو المستضيف استضاف اتحاد طنجه ونهزم مع اتحاد طنجه بواحد لصفر. مشكل مع ضياع ضربه جزاء لفريق اتحاد طنجه، ضيع اللاعب السابق لجيش ملكي النغمي. فريق الوداد البيضاوي انا شخصيا شفت المقابله لم يكن في المستوى. طالب توفيق لفريق الوداد ولعموته. قبل ما نرجعوا للمساله هذه ونناقشوا اكثر معنا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا رضوان. الله يبارك فيك حبيبي. شكرا. شكون اخويا معايا؟ معك سامي بلاله من مدينه بوردو فرنسا خويا. ما تقولش لي مع السيمو مع سميتو البيضاوي. لا كنشوفها في فيسبوك عندي الصفحه ولكن ما معايا عليه وصافي خويا. هو رجاوي انت؟ انا رجاوي. انت رجاوي، علاش بغيتي تدوي معنا على الرجاء؟ خويا بغينا نهضر معك على الرجاء. مرحبا تفضل. لاعب كبير واخا تفرج فيك وتبارك الله عليك ودادي تنعرفك. وانا خويا بغيت نهضر معك على هذا الرئيس حسدين. بغينا اخويا يمشي بحالو ويجينا بوطيخه. نعم. هذا هو الرئيس الانسب في حال مغادره حسبان. انت بغيتي بودريقه يرجع للفرقه؟ اخويا بغينا بودريقه ولا يجي شي واحد اللي يخدمها، ولكن انا كنشوف بان بودريقه هو الحل المناسب. نعم. سي محمد بودريقه راه حقق في الولايه ديالو التسييريه مع فريق الرجاء، حقق القاب عديده وصراحه كان الرجاء في التوهج ديالو، فبالتالي ما يمكنش لشي واحد ينكر شي عمل قام به مدرب او رئيس او اي مسؤول كيف ما كانوا تعرف يمكن يذكروا. بالعكس كتلقى الجماهير دائما تذكروا نفس الشيء بالنسبه للاعب، اللاعب اللي كيعطي للفريق ديالو كيتالق وكي يعني كيدافع عليه سنوات كيبقى دائما في الذاكره ديال الجماهير. وكذلك واخا كتمر السنين كتبقى يعني الحب ديال هذاك اللاعب او ذاك المسير او ذاك المدرب عند الفريق. فبالتالي انت يا خويا تشوف انه بودريقه هو الاجدر انه يكون في حاله الى غادر حسبان يكون هو الرئيس. هو الرئيس. وحنا تنشوفوا اللعابه بغا يرجعوا الرجاء تيقول لك خاصه حسبان يمشي بحالو ونرجعوا. مثلا محسن متولي هضر قال لك انا لا مشى حسبان عرجع الرجاء. واش دابا كتظن بان الرجاء محتاجه لمحسن متولي؟ محتاجه لمحسن متولي محتاجها. حنا دابا الحمد لله هي جو رجع هو تيماركي البيوت ترجع متولي او ثاني تكون حاجه اخرى. شنو رايك في المساله ديال التوقيف ديال الراقي والحافظي؟ لكن رجع الحافظي او تم الاعفاء على الحافظي من طرف رئيس الفريق والمدرب وهما عندهم نفس المشكل، الى انه الراقي استبعد تماما من تشكيله فريق الرجاء البيضاوي. انت ايش يمكن لك تقول لنا على هذا الشيء؟ دابا شي قادنا الحال تنشوفوا الراقي دابا تعطى الرجاء بزاف الكثير وتنشوفوه دابا ها هو بعدوه من اللائحه. لاعب كثر الراقي اللي رجع الرجاء وثاني وفرحنا تفرحنا تنشوفوا الراقي لعاب الحافظي تنفرحوا. واش حنا لقى حسبان كل شيء عيب شي فحالو اللعابه كاملين عيب شي فحالهم عيب شي الراقي عيب شي هادشي الحافظي ما يرجعش لنا متولي غدا ولا غدا تسمع يا ميقو بانون مشاو شكون عيب طاف الرجاء. النتيجه ديال اليوم بغض النظر عن النتيجه ديال اليوم، الاداء ككل الاداء التقني ديال الفريق عجبك اليوم عجبك الرجاء؟ لا ما في الحقيقه الرجاء ربحات حيت الدراري ما نقدوش نلومهم لعاب المساكن
ما مخلصينش، ولكن الحمد لله 3 بوين، ولكن الاداء ما كانش هذيك الفراجه تاع الرجاء. والطريقه اللي كيعتمد عليها غاريدو، واحد الوقيته خرج مهاجم ودخل الحاج في المكان ديالو. في الاول كان دخل مومي شويه استثمار كلبي، لا نلعبوا الكره احنا الرجاء تفرجنا. الرجاء الفراجه. الفراجة الله يرحم الوالدين اخويا العلالي، راه انت عارف اللي كاين. الله الرجاء. وبهذه المناسبه بغيت نقول لك ان شاء الله المغرب يدوز وفرحنا، راه غنمشيو لروسيا ان شاء الله. قطعتي البي ولا مازال ولا عاك تقول لي غندوز؟ لا لا ضروري ضروري نمشيو ان شاء الله. اكيد ضروري. لا ضروري ان شاء الله باذن الله. من بوردو نجمعوا نمشيو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك اخويا على الاتصال ديال. نعم برنامج ماجي. الله يجيب لك السير خويا رضوان. شكرا لك اخويا ومرحبا بك في اي وقت. كنشكرك بزاف على الاتصال ديالك. تودو بيدرو خويا رضوان كنشكرك بزاف على الصراحه ديالك في النقاش معك رجاوي قح. مرحبا خويا. كاين بزاف ديال التعاليق باش نبقاو نهضروا، نبقى نقرا بزاف التعاليق مشكل. ما فيها بس انني نذكركم بالجوله 13 اللي غادي تجرى الاسبوع المقبل، اللي غادي تبدا من نهار السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين. الجولة المقبلة الجولة 13 من البطولة الوطنية اتصالات المغرب بطولة برو. الرجاء البيضاوي يستضيف شباب الريف الحسيمي. حسنية أكادير يستضيف الوداد البيضاوي في مباراة القمة عن الدورة، لأن حسنية أكادير كنعرفوا القوة ديالو لأنه متصدر الترتيب. أولمبيك خريبكة يستضيف نهضة بركان. الكوكب المراكشي يستقبل المغرب التطواني. اتحاد طنجة يستقبل الدفاع الحسني الجديدي. الجيش الملكي يستضيف الراسينغ البيضاوي. أولمبيك أسفي يستضيف سريع واتزم. وأولمبيك خنيفرة يستقبل بميدانه فريق الفتح الرباطي. يعني المقابلات، كاين المقابلات اللي كتغريب المشاهدة والمتابعة. نتمنى أنه يكونوا أهداف وتكون يعني المعدل ديال الأهداف مرتفع باش يمكن لنا نتبعوا البطولة المغربية وحنا ناشطين وحنا كنتمتعوا بالأهداف والأداء ديال الفرق الوطنية. معنا مكالمة. السلام عليكم. ألو. ألو. نعم خويا. وي سير ولا لاباس عليك؟ الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. كلشي بخير، راني في امان الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. ممكن انك تشرفنا بالاسم ديالك والمدينه؟ معك اخويا زيدان من الدار البيضاء. زيدان؟ وين عاد سيدي؟ ماشي زيدان ديال ريال مدريد؟ لا لا، هذا ديال رجاوي هذا. زيدان ديال الوزيز. اييه. مرحبا خويا زيدان، مرحبا، تفضل. اخو بغيت نهضر معك غير على حساب بالنسبه لبودريقه، هو اللي صلح للرجاء في هذا الوقت هذا. لانه بودريقه باش ما كان هو كيتواصل كتعرف شنو اللي كاين، كتعرف كلشي كلشي على الرجاء، ماشي بحال واحد ما كتعرف عليه حتى شي حاجه، كتشوفوها في الفيسبوك ولا شي حاجه، هذا هو المشكل، ما كنعرفش حتى شي حاجه على النادي. نعم. بالنسبه لبودريقه هو اللي يصلح للرجاء، وكنتمناو من المنخرطين يديروا لنا بودريقه، هذا هو اللي بغينا. نعم. اذا بودريقه انت كتشوف انه هو رجل المرحله؟ ايه، ولي صح الوقت بالضبط، ولي صلاح. بالنسبه للرجاء غاديه مزيانه، والدراري خصهم يتخلصوا، راه ماشي واحد راه شحال يقدر يصبر، راه مكافحين وكلشي، ولكن راه خصو الرئيس يبان لهم شويه في هذا الوقت هذا. وبالنسبه للحسبان راه ماشي هذا هو الرئيس المناسب للرجاء، وبين هو من الدور الاول ديالو، لانه كيبغي يتصور، كيبغي يبان في الواجهه ديال شي جمعه ولا شي حاجه، ما يصلحش للرجاء وصافي. شكرا اخويا رضوان العلالي، الله يحفظك. الله يبارك فيك، مرحبا خويا. وهذا واحد من المحبين ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي تاهو كيتمنى عوده السي محمد بودريقه للتسيير او لرئاسه فريق الرجاء البيضاوي. نتمنى التوفيق، ونتمنى انه اللي كيصلح للرجاء هو اللي يجي في هذه الظرفيه، لانه فريق الرجاء البيضاوي في حاجه لرئيس اللي يجي
باش يقضي على الازمه الماديه، ويكونوا اللعابه كيف ما قال الاخ مؤخرا يكونوا كلهم مخلصين، كلهم ناشطين، كلهم فرحانين، باش يمكن لهم يعطيو ويقلبوا على الالقاب اكثر واكثر. بالتوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. كنا كندويو على التعاليق، ربما تنقراو لبعض التعاليق وما تنختارش، واخا تسبني نقرا لك التعليق ديالك، دبر راسك منك الملاك. سعيد ارمولي خويا العلالي تبارك الله عليك، الوداد راها مشكله بزاف، راه غادي يطرى ليها بحال الرجاء، خاص يبدلوا اكثر من نصف الفرقه، خاص نعطيو العموت الدعم، راه ما كاين تشويش بزاف. وهادشي راه قالوا الرجاء اكبر من هذه المتاهات. فيصل همو هشام خويا رضوان العلالي تحياتي شكرا لك. احمد ال ديما وداد وزريقة عبدو حسبان يا حسبان عيبك بان. ياسر محمد حسبان مصلح الرأس مصلح معرفش ما كاين. خويا موس ربما انا شخصيا اليوم يعني تلقينا المكالمات ديال تقريبا جل المتدخلين او كاع المتدخلين الرجويين لفسح المجال، لانه المشكل ديال الرجاء ماشي تيهم غير الرجاء، تيهمنا كاملين، لانه ما عندناش حنا الربح ان الرجاء يكون عند المشاكل. بالعكس انا اتكلم على نفسي بصفتي كمقدم ديال واحد البرنامج في قناه محترمه، يمكن نقول بانه نبغيو كل الفرق الوطنيه تكون في القمه وتكون في يعني في المستوى، باش يمكن المستوى ديال الكره في المغرب يرقى المستوى اللي كنتمناو كاملين، يرقى لذاك التطلعات ديال الجماهير المغربيه. فبالتوفيق لكل الفرق الوطنيه وبالتوفيق لكرة القدم المغربية بصفة عامة، وكذلك المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم بروسيا إن شاء الله. نتمنى تألق كل اللاعبين ديالنا وما يتعطبوش لنا إن شاء الله اللعابة. نتمنى أنه المدرب هيرفي رونار المدرب ديال المنتخب الوطني الأول أنه يتبع اللاعبين ديال البطوله، وهذا شيء اكيد غادي يحصل، وياخذ عدد ديال اللاعبين. نتمنى انه اللاعبين اللي غادي يمثلوا الفريق الوطني المحلي في الشان اللي مقام هنا بالمغرب انهم يكونوا في المستوى ويبينوا على الكفاءات ديالهم والامكانيات ديالهم حتى يتم الاختيار ديالهم والمنادات عليهم من طرف الناخب الوطني هيرفي رونار. عندي خبر ولدني من الاخوان في قناه شوف تي في، هو انه فريق الرجاء البيضاوي يعني قريب جدا ما بقى والو، لانه غادي يتعاقد مع منير عبادي اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني المغربي وسط الميدان الطراز الرفيع اللي لعب في عدد من الانديه، اخرها اللي بقى يتعاقل عليه كان تالق مع موناكو، كان في المستوى وسط الميدان من الطراز الرفيع. بالتوفيق لهذا اللاعب مع فريقه الجديد فريق الرجاء البيضاوي، وتحيه للجميع. حسين بلوشي خير علالي تستاهل محلل بين سبور. لا خويا بارك عليا شوف تي في، الله يجعل البركه بخير، مرتاح نادي ما بخصني الحمد لله حتى خير، الله يحفظك شكرا لك. خالد متشير تبارك الله عليك اخويا رضوان، ولكن بغيت نقول لك انا رجاوي وتنموت على فرقه والرجاء ما يصلحش ليها لا بودريقه لا حسبان. هذا رايي ديالك اخويا شخصي ممكن. تحيه لك خويا رضوان، شوف بودريقه هضر معاكم نسمعوا اخر التطلعات ديالو فضل هذه الازمه، واش عنده نيه باش يرجع لرئاسه الرجاء. هذا عزيز الرزاوي كروشي. الحاج السافح العلالي الرجوله، كاين واحد الوقت غادي كان واحد الوقت غادي يلعب في الرجاء العالمي ولكن الدوبله اللي منعو. العز خويا رضوان ماشي تمشي ننتقل للرجاء في هذيك الوقيته اللي هضرتي عليها، ملي كان فريق الرجاء البيضاوي غادي يمشي لكاس العالم للانديه وكان المدرب ديالو اوسكار مساعد فتحي جمال وانا باقي عاقل، كان طلبوا من المكتب المسير ديال الوداد باش يعني نوقع واحد عقد ديال شهر او شهرين مع الرجاء ونمشي نلعب معهم كاس العالم الانديه، الا انه رئيس الفريق رفض وطالب بمبلغ مالي كبير بزاف، استعصى على فريق الرجاء البيضاوي انه يلبي الرغبه عليه، وبالتالي مشى فريق الرجاء البيضاوي لكاس العالم الانديه. ونتمنوا ليه التوفيق، لانه ديك الساعه الرجاء انا كنت بغيت نمشي نلعب معهم كاس العالم الانديه، علاش؟ لانه كيمثل الكره المغربيه، ويعني كانت باقي نعقل واحد المباراه لعبها فريق الوداد البيضاويه اما ضد ليفربول او ضد بايرن ميونخ او ريال مدريد في السبعينات او الا في الثمانينات،
وفريق الرجاء البيضاوي استدعى عبد المجيد الدولمي يلعب معاه. هذه هي العلاقة الرياضة اللي تتكون دائما ما بين الرجاء والوداد على مر التاريخ. كذب لك قدام كاين مسؤولين يحترمون مسؤولين ديال الرجاء والرجاء يحترم مسؤولين ديال الوداد، وكانت بيناتهم دائما علاقة، وكذلك اللاعبين يجتمعون. وانا من اعز اصدقاء ديالي سعيد الصديقي، فتحي جمال، عبد الرحيم حمراوي المرحوم الدولمي الله يرحمه، يعني الناس اللي عمر نجاري خويا وصاحبي، يعني كاينه هذه العلاقه هذه. فنبقى الحب ديال الجمهور نحترموا الحب ديالهم والانفعالات ديالهم على راسنا وعيننا، غير انهم ما نتمادوش شي حوايج، ونكونوا دائما ايجابيين مع بعضياتنا، ونكونوا دائما متسامحين. ما بقى لي الا انني نودعكم ونضرب لكم موعد ان شاء الله خلال هذا الاسبوع ان شاء الله مع كل ما يحملوا من جديد في الساحه الرياضيه. نتواصل معكم دائما لارضاعكم وللرد على كل التساؤلات ديالكم من خلال المكالمات ديالكم او من خلال التعاليق ديالكم. شكرا لك سعيد حمزه، تحياتي اخي العلالي، شكرا لك. ابراهيم وهيب احسن 10 داز المغرب راك منور، شكرا. ودادي خويا رضوى العلي، شكرا لك. محمد امين بون خويا محمد الرحالي، خلينا من نقاشات الخاويه على مال محمد الرحالي شنو قال. محمد الرحالي شنو قلتي الله يرضي عليك؟ تقلق لينا محمد امين بونو. امين صرصار راه غير العلالي ناقش التشويش على عموته، راه ناقشناه دوينا على التشويش، راه الجمهور مع عموته، وعموته خصو يكون جريء في تصرفاته، واللي ما عجباتوش يحاول يبدلها، لانه هو المدرب، وانه هو اللي الا مشى حتى قال شي كلمه الجمهور كله معاه. فبالتالي عموته الا حس بشي حاجه كتمس بالفرقه وتمس في اي لاعب كيفما له كيفما كان الاسم ديالو او الوزن ديالو داخل الفريق، وسمحت له النفس ديالو انه يسيء الفريق، فبالتالي غادي يتم الاستغناء عليه من طرف المدرب، وهذا شيء عادي. لكن أظن أن عموته بإمكانه مع المكتب المسير أنهم قادرين أنهم يتجاوزوا هاد المشاكل ديال التشويش وهاد الكلام اللي ذكر عموته. ونتمنى التوفيق لفريق الوداد وكل الفرق الوطنية. سعيد الرمولي، تحية لك خويا رضوى العلالي. خويا خاص الوداد ظهير أيسر ومهاجم كبير مدافع كبير، إن شاء الله خاص فرقة كاملة. يا هذا الشيء خاص مدافع وخاص 10 وخاص 5، فين غتلقى 10؟ فين غتلقى خاص قلب هجوم؟ فين غتلقى قلب هجوم باش يمكن الوداد اللي بغات تلعب مرتاح في الهجوم؟ خاص يكون لاعب بحال جيبور مثلا باش يلعب وناجم على راحته، وبن شرقي على راحته، والحداد على راحته. ونتمناو التوفيق لفريق الوداد وفريق الرجاء وفريق الجيش الملكي وفريق المغرب التطواني واولمبيك خريبكا والدفاع الحسني وكل الفرق الوطنيه. لكم مني الف تحيه. السلام عليكم خوتي الأوفياء، المتابعين الأوفياء ديال قناة شوف تيفي، قناتكم وقناة يعني كل الجماهير المغربية. إلى اللقاء.